بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، جزيلا جميلا دائما بدمام الكلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ونور صدورنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وعلينا وعلى مشايخنا ذوينا وأحبابنا وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. ربي اتمم بالخير والسعادة والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. طيب، لدينا قراءة وشرح باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحياء هو انكسار يعتر الإنسان من خوف ما يعاب به، هذا انكسار القلب، تغير في قلبه ونفسه، يعتر الإنسان مما من خوف ما يعاب به، هذا هو الحياء لغة. وشرعا خلق يبعث على اجتناب القبيح ويحل على ارتكاب الحسن ومجانبة التقصير في الحق. هذا حياء، يعني الحياء الشرعي. خلق يبعث على تجنب القبيح، على اجتناب القبيح، يحل على ارتكاب الحسن، كذلك على يحل على مجانبة التقصير في حق ذي الحق، في أداء الحق. هذا هو الحياء. نعم، ليس يعني الخوف مطلقا، الحياء ليس الخوف مطلقا، هكذا يعني الضعف العجز والخوف فهمها الناس حياء، لكن ليس ذاك حياء، بل هذا تغير انكسار او خلق. نعم. وقد ورد في الحديث الحياء كله خير. نعم، كذلك الحياء من الإيمان. ثم هذا الحياء من الخلق الحسن. ثم لماذا أفرد الإمام الترمذي بباب لبيان للتنبيه على علم شأنه؟ لأن به حسن العشرة للخلق والمعاملة للحق. حسن العشرة للخلق، حسن المعاشرة مع الخلق، كذلك حسن المعاملة مع الحق تعالى، مع الخالق، بأي شيء يكون بالحياء، فإذن هو السبب. ثم هذا الحياء أنواع أقسام، قال ابن حجر رحمه الله، وهو أقسام، منها حياء الكرم، حياء المحب من محبوبه، حياء العبودية، حياء المرء من نفسه، هكذا هو عدد أنواع. حياء الكرم،
ما هو كاستحيائه صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن طول القيام عنده في وليمة زينب رضي الله تعالى عنها انصرفوا. يعني هذا حياء الكرم، بسبب حياء كرمه صلى الله عليه وسلم ما قال لمن بقي عنده في تلك الوليمة بعد تناول الطعام. ما قال لهم انصرفوا، هذا كان بسبب حياء كرمه. كذلك حياء المحب من محبوبه، حتى إذا خطر بقلبه هاج الحياء منه. يعني المحب خطر بقلبه المحبوب، عندئذ هاج الحياء منه، يعني يتحرك الحياء من هذا المحبوب، يعني بسبب محبوبه، فيخجل من غير أن يدري سببه، ولا يدري ماذا سببه، يخجل يعني يحيا. ثم حياء العبودية، ما هذا؟ بأن يشهد تقصيره فيها، تقصيره في العبودية، هو شاهد لتقصيره في العبودية، يعني في أداء حقوق العبودية، هذا حياء العبودية. فيزداد خوفه وخجله، يزداد خوفه وخجله مع الله سبحانه وتعالى. ثم حياء المرء من نفسه، الذي سبق ثلاثة أقسام، من غيره، حياء المرء من غيره، هذا حياء المرء من نفسه. كيف هذا؟ بأن تشرف همته فيستحي من رضا نفسه بالنقص، فيجد نفسه مستحيا من نفسه، يجد نفسه مستحيا من نفسه. لماذا؟ هو يستحي من رضا بالنفس، من رضا نفسه بالنفس بالنقص، يعني ويخاف يخاف، يعني يخلج من رضا نفسه بالنقص بالعيب، فإذا يترك هذا النقص والعيب حتى كأنه نفسين فيستحي. هذا أكمل أنواع الحياء، هكذا ذكر أنواعا. ثم أكمل أنواع الحياء الحياء حياء المرء من نفسه، إذ المستحي من نفسه أقدر بالاستحياء من غيره. ثم بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به في الدارين، قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا أبو داود رضي الله عنه قال حدثنا شعبة رضي الله عنه عن قتادة رضي الله عنه قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة رضي الله عنه يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم في جميع الأخلاق الحسنة كما سبق. إذن ما معنى قوله، ماذا أراد بقوله أشد حياء من العذراء في خدرها؟ العذراء البكر، سميت البكر عذراء لأن عذرتها باقية، عذرتها يعني جلدة بكارتها باقية، أو بعضهم قال لتعذر يعني وطئها، نعم، في خدرها. خدر ما هو ستر يجعل لها في جنب البيت تكون فيه وحدها حتى من النساء، يعني تعتزل، وهي فيه أشد حياء منها خارجه. إذن مراده أن المراد الحالة التي تعتري هذه المرأة عند دخول أحد عليها فيه، في هذه الحالة هي تكون أشد حياء،
التي تكون عليها حالة انفرادها أو اجتماعها بمثلها فيه، ليس هذا مراده، بل حالتها عند دخول أحد عليها في الخضر. نعم، لماذا يعني خصت العذراء في الخضر وهي فيه أشد حياء مما إذا كانت مخالطة للناس؟ فإنها حينئذ تكون قليلة الحياء. يعني لو كانت المرأة يعني البكر العذراء مخالطة للناس تكون قليلة الحياء، يذهب حياؤها. يجل ذلك لو كانت معتزلة منعزلة عن الناس حتى عن النساء في خدرها تكون كثيرة الحياء. نعم. ثم هناك حالة خاصة يعتريها عند دخول أحد عليها، هذه الحالة مثال جيد. لماذا؟ لأشد الحياء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها في خدرها. نعم. ثم وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، معناه كان لغاية حيائه لا يصرح بكراهيته لشيء من الأشياء، بل إنما يعرف في وجهه. كما أن العذراء وكذلك العذراء في خدرها لا تصرح بكراهة الشيء، بل يعرف ذلك في وجهها غالبا. وبهذا ظهر وجه ارتباط هذه الجملة بالتي قبلها، هكذا ذكر إبراهيم الباجوري رحمه الله تعالى. نعم. ثم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا وكيع رضي الله عنه قال أخبرنا سفيان رضي الله عنه عن منصور رضي الله عنه عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه عن مولى عائشة رضي الله عنها قال قالت عائشة رضي الله عنها ما نلرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. نعم. هذا معنى الحديث ظاهر، لكن ما هي مناسبة هذا الحديث لهذه الترجمة؟ مناسبة يعني هذا من كمال حيائه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يفعل ما يقتضي نظرها لفرجه. ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب شدة حيائه ما يقتضي نظرها لفرجه، هذا معناه. لذلك ما نظرت إلى فرجه، ما رأت فرجه، هكذا. بل فعلها ما يقتضي منعها من رؤيته، هذا هو من حيائه صلى الله عليه وسلم، وهو عليم حيائه. إذ لا تتجرأ المرأة على رؤية عورة زوجها إلا من استهتاره في ذلك وعلمها رضاه. فإذا هذا الحديث يدل أيضا على شدة حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إبراهيم الباجوري والمراد أنه كان من شدة حيائه لا يمكنها النظر إلى فرجه مع احتياطه بفعل ما يوجب امتناعها من رؤيته. هذا هو معنى الحديث. ثم باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحجامة بكسر الحاء شرط الجلد وإخراج الدم بالمحجمة. نعم. قال ابن حجر رحمه الله في أشرف الوسائل وهو تفرق اتصال إرادي يتبعه استفراغ الدم من نواحي الجلد غالبا، هكذا يعني مكتوب في الكتاب النصحى، هكذا يتبعه استفراغ الدم من نواحي الجلد غالبا، هذا ظاهر. نعم. إذن الهجامة استفراغ الدم من
نواحي الجلد غالبا وهو ينقى سطح البدن أكثر من الفصد ذلك يستخرج الدم الرقيق ويستحب للصبيان ولمن لا يتقوى على الفصد وهي أولى منه في البلاد الحارة يعني الهجامة أولى من الفصد في البلاد الحارة إذ هو أن فصد تفرق اتصال إرادي يتبعه استفراغ كلي من العروق خاصة هذا هو الفرق بين الهجامة والفصد الفصد استفراغ الدم من العروق كليا استفراغ كلي هذا الفصد يعني علاج نحو السم يعني لو أصاب رجلا سم يستفرغ دمه كليا يعني من الفصد لإزالة هذا السم كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أصابه سم كما سأبين إن شاء الله أما أن الهجامة فهي استخراج الدم من نواحي الجلد فقط نعم هذه هي الهجامة ورد في فضل الهجامة أحاديث كثيرة نعم هذا روى عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وسلم لما سم بخيبر يهتجم ثلاثة على كاهله لأن السم يسري في الدم حتى يصل إلى القلب نعم وبإخراج الدم يخرج ما خالطه من السم لكن لم يخرج كله يعني لم يفسد بل اهتجم لماذا؟ لتحصل الشهادة له صلى الله عليه وسلم زيادة له في مراتب الفضل نعم عندما سم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر اهتجم نعم وبه قال حدثنا علي بن حجر رضي الله عنه قال حدثنا إسماعيل بن جعفر رضي الله عنه عن حميد رضي الله عنه قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال أنس رضي الله عنه يهتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بساعين من طعام وكلم أهله فولعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الهجامة أو إن من أمثل ما تداويتم به الهجامة هذا حميد رضي الله عنه قال سئل أنس رضي الله عنه عن كسب الهجامة يعني عن مال يكسب بطريق الهجامة بأجرة الهجامة هل هو حلال أو لا ممكن هذا السائل ظن أنه ليس بحلال بسبب ما ثبت في الحديث أن كسب الرداءة كسب الحجام هذا رديء نعم فإذا أجابه أنس رضي الله عنه بأنه حلال اهتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هجمه أبو طيبة أبو طيبة اسمه نافع على الصحيح وكان قنا لبني حارثة أو لأبي مسعود الأنصاري على كل حال كان رقيقا قنا نعم إذا هجمه أبو طيبة ثم أمر له بساعين من طعام يعني أعطاه أجرة كم ساعين من طعام لو لم يكن هذا جائزا لو لم يكن حلالا لا يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حينما أعطاه هذه الأجرة يعني ظهر أنه حلال نعم ثبت أنه حلال ثم كلم أهله فولعوا عنه من خراجه الخراج يعني الذي المال الذي يتفق عليه المولى والرقيق يعني الرقيق يذهب يعمل يكسب المال ثم المولى يقول لرقيقه أن يعطي للمولى كل يوم مالا معينا وهذا المال يقال له خراج نعم فإذا كلم أهله يعني كلم مواليه كما في رواية البخاري من هم بنو حارثة على صحيح
ثم فولعوا له عن خراجه امتثالا له صلى الله عليه وسلم. وكان خراجه ثلاثة آصع من تمر فولعوا عنه صاعا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخراج اسم لما يجعل على القن في كل يوم وكان على وفق الشرع ولم يكن ثقيلا. فإذا هم ولعوا عن من ثلاثة ساعة، فإذا بقي ساعان هكذا خفف عنه أيضا. نعم. ثم كلم أهله يعني مواليه لتخفيف الخراج. ثم هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما تداويتم به الهجامة. وقال: إن من أمثل ما تداويتم به الهجامة. هذا من فضل الهجامة، هذا الشك من الرعب. ثم ومن كان إن من أفضل ما تداويتم، هذا الخطاب لمن لأهل الحجاز. ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة، وأما أهل البلاد الباردة فالفصد لهم أولى. يعني استفراغ الدم من العروق كليا. ولذلك قال صاحب الهدى: التحقيق في أمر الفصد والهجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج. باختلاف الزمان أنا على حرارة برودة، على الحرارة والبرودة حالتان تعتريان في الزمان، للزمان للمكان للمزاج. فالهجامة في الأزمان الحارة والبلاد الحارة والأبدان الحارة ينفع، والفصد بالعكس. يعني قد ورد في فضل الحجامة أحاديث كثيرة. وما ذلك ليس هذا أفضل لكل أحد، بل هذا من يعني طرق العلاج، فيجب على الطبيب يعني تعيين مرضه، تشخيص مرضه، ثم يعني اختيار طريق علاجه. نعم، بناء على قواعد الطب، إما هجامة أو غصة أو أمرا آخر هكذا. ثم وبه قال: حدثنا عمرو بن علي رضي الله عنه قال حدثنا أبو داود رضي الله عنه قال حدثنا ورقاء بن عمر رضي الله عنه أن عبد الله علي رضي الله عنه أن أبي جميلة رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فاعتيت الحجام أجره. نعم. هذا أيضا يدل على حل كسب الحجام. نعم. وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني رضي الله عنه قال حدثنا عبدة رضي الله عنه عن سفيان الثوري رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه عن الشعبي رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين وأعد الحجام أجره ولو كان حراما لم يعته. هذا صريح في الاستدلال. نعم. ثم هنا تعيين مواضع الهجامة. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجامة في مواضع من جسده. الأخدعين، الأخدعين عرق في جانب العنق، فإذا عرقان في جانبي العنق، صفحتي العنق، هذا عرقان خفيان. نعم. ثم في ثم بين الكتفين، ما بين الكتفين يقال له الكاهل كما سيأتي في حديث آخر، وكذلك يعني في الرأس، نعم، في ظهر القدم، هكذا يعني أماكن احتجم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق رضي الله عنه قال حدثنا عبدة رضي الله عنه عن ابن أبي ليلى رضي الله عنه عن نافع رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خراجك؟ فقال: ثلاثة آصع. فولع عنه صاعا وأعطاه أجره. نعم، هذا رواية أخرى للحديث الأول. نعم.
ذاك يعني من حديث أنس رضي الله عنه، هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أيضا الحجام في هذا الحديث يعني أبو ظبي أبو طيبة السابق في الحديث الأول. ثم وبه قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري رضي الله عنه قال حدثنا عمرو بن عاصم رضي الله عنه قال حدثنا همام رضي الله عنه وجرير بن عازم رضي الله عنه قال حدثنا قتادة رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتجم في الأخدعين والكاهلي، وكان يهتجم لسبع عشرة وتسع عشرة لسبع عشرة وتسع عشرة ويحدى وعشرين. كذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل هذه الثلاثة من الأيام. كذلك ورد النهي عن الاحتجام في بعض الأيام. لماذا اختار هذه الأيام؟ اختار هذه الأيام. كذلك نهى عن بعض الأيام بسبب أن ثوران الدم في هذه الأيام وسكونها في بعض الأيام. كذلك تختلف حالة الدم وطبيعته بحسب اختلاف الأيام. وهذا أيضا ليس عاما لجميع البلاد لجميع الأعشار لجميع الأمزجة، ليس كذلك، بل هنا أيضا يعني يجب البحث عن حالة البلد عن مزاج الشخصي وهكذا ثم يختار. الحكمة هذا. ثم وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الرزاق رضي الله عنه عن معمر رضي الله عنه عن قتادة رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم وهو محرم، فإذا المحرم يجوز له الحجامة، الحجامة جائز. ثم بملل، الملل يعني المكان، هو اسم مكان. نعم. بين مكة والمدينة على 17 ميلا من المدينة. نعم. في ذلك المكان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك المحل بذلك المكان يعني أثناء سفره للحج. ثم على ظهر القدم، قدم الرجل. وروي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه من شقيقة كانت به. وبالجملة فالحجامة تكون بالمحل الذي يقتضيه الحال، لأنها إذا إنما شرعت لدفع الضرر فتختلف مواضعها من البدن باختلاف الأمراض. نعم. ثم باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسماء يعني الألفاظ التي تطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت علما أو وصفا. هذه يعني الأسماء تطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما على طريق العلمية أو الوصفية، كلها داخل في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسم، ما هو تعريف الاسم؟ اسم هو كلمة وضعت بإزاء شيء متى أطلقت فهم منها. متى أطلقت الكلمة فهم ذلك الشيء منها من هذه الكلمة، هذا هو الاسم. ثم وقد نقل عن بعضهم أن لله تعالى ألف اسم، أن لله تعالى ألف اسم، وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم. وقد ألف السيوطي رحمه الله رسالة سماها بالبهجة السنية في الأسماء النبوية. البهجة السنية في الأسماء النبوية، هذا كتاب خاص لبيان أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قاربت 500
والقاعدة يعني ما هي فائدة كثرة الأسماء لله تعالى ألف اسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألف اسم نعم فإذا ما فائدة قاعدة هكذا أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى يعني كل اسم يدل على وصف حسن فإذا كثرة الأسماء تدل على كثرة الأوصاف الحسنة هذا هو القاعدة نعم ثم وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي رضي الله عنه وغير واحد قالوا حدثنا سفيان رضي الله عنه عن الزهري رضي الله عنه عن محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن نبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي هكذا أسماء كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذن أنا محمد وأنا أحمد إذن أنا محمد معناه الذي يحمده كثيرا الذي يحمد كثيرا يحمده الله تعالى يحمده والملائكة يحمدونه والأنبياء والأولياء وجميع الناس كل شيء يحمده هذا محمد يعني كثير الحمد عليه أنا أحمد معناه وأكثر حمدا لله تعالى هو أكثر حمدا لله تعالى وبالجملة وهو أكثر الناس حامدية ومحمودية أكثر الناس حامدية ومحمودية فلذلك سمي أحمد ومحمدا نعم ثم ولهذين الاسمين الشريفين مزية على سائر الأسماء فينبغي تحرى التسمية بهما وقد ورد في الحديث القدسي إني آليت نفسي لا أدخل النار من اسمه أحمد ولا محمد قال الله تعالى إني آليت على نفسي يعني حلفت على نفسي عزمت على نفسي ماذا لا أدخل النار من اسمه أحمد ولا محمد لا أدخل النار من اسمه أحمد أو محمد من سمي أحمد بأحمد أو بمحمد لا يدخله الله النار هكذا على هذا كذلك روى الديلمي عن علي ما من مائدة وضعت فحضر عليها من اسمه محمد أو أحمد إلا قدس الله ذلك المنزل كل يوم مرتين ما شاء الله هكذا فضائل عديدة اسم أحمد ومحمد كلاهما سواء نعم ثم أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر هو ماحي نعم كذلك الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أو قدمي نعم وأنا على أثري يعني في ورائي هكذا أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي الذي أتى عاقب الأنبياء هذا عاقب إذن لا يكون بعده نبي نعم هنا يعني هكذا أسماء ذكر في كتاب الشوق العروس وأنس النفوس عن كعب الأحبار رضي الله عنه أنه قال اسم النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الجنة عبد الكريم وعند أهل النار عبد الجبار وعند أهل العرش عبد المجيد هكذا يعني أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الجنة هو عبد الكريم عند أهل النار هو عبد الجبار عند أهل العرش عبد المجيد عند الملائكة اسم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الحميد وعند الأنبياء عبد الوهاب وعند الشياطين عبد القهار وعند الجن عبد الرحيم وفي الجبال عبد الخالق
يعني في الجبال اسم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الخالق، وفي البراري عبد القادر، وفي البحاري عبد المهيمن، وعند الحيتان عبد القدوس، عند الحيتان عبد القدوس، وعند الهضام عبد الغياث، وعند الوحوش عبد الرزاق، وعند السباع عبد السلام، وعند البهائم عبد المؤمن، وعند الطير عبد الغفار، وفي التوراة موذ موذ، وفي الإنجيل طاب طاب، وفي الصحف عاقبة، نعم، وفي الزبور فاروق، وعند الله يعني اسمه عند الله طه وياسين، وعند المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم، وكنيته أبو القاسم. هذا كعب الأحبار يقول كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. لماذا؟ لأنه يقسم الجنة بين أهلها. هذا أمر ثابت، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم أعراض الجنة كما يقسم أعراض الدنيا أيضا. أعراض الدنيا من يقسم بين أهلها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هكذا جميع النعم ورد في صحيح المسابطة في صحيح البخاري عن القاسم والله يعطي. فإذا تقسيم لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الإعطاء الحقيقي الذاتي هو من الله تعالى، تقسيم موكل مفضل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك كن يكنى ويكنى بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم وبه قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش رضي الله عنه عن عاصم رضي الله عنه نبي وائل رضي الله عنه حذيفة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعل طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي أو أنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم. أنا المقفى أو مقفي هكذا رواية تانية، ما معناه؟ يعني مقفي معناه المتبع لسائر الأنبياء، مقفى يعني الذي قفاه الله، قف الله به على آثار الأنبياء. كل حال معناه آخر الأنبياء. ثم نبي الملاحم ما معنى؟ ملاحم جم ملحمة، وهي الحرب، سميت بذلك لاستباك لحوم الناس فيها بعضهم لبعض، كاستباك الحرب سميت ملحمة. سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الملاحم لحرصه على الحروب ومصارعته إليها، أو لأنه سبب لتلاحمهم واجتماعهم. هذا حرصه على الحروب ومصارعته إليها معناه مصارعة إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى فقط، ليس اعتداء على أحد ولا ظلما لأحد، بل معناه إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرب مع قوم والقتال معهم كان حريصا، يكون حريصا على الحرب ومصارعا إليها. لماذا؟ للمبادرة والمصارعة إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم هذا القتال خص هذا القتال الحرب من بين يعني الطاعات بسبب أن فيه مشقة ثقل صعوبة على الناس، مع ذلك هو يسارع. نعم، هذه حكمة. أنا نبي الرحمة معناه سبب الرحمة، نبي التوبة معناه الآمر بها بالتوبة، أو يعني سبب التوبة أيضا. نعم، هكذا. ثم وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور رضي الله عنه قال حدثنا النضر بن شميل رضي الله عنه قال أخبرنا حماد بن سلمة رضي الله عنه عن عاصم رضي الله عنه عن زيد رضي الله عنه عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. هكذا قال حماد بن سلمة رضي الله عنه عن عاصم عن زيد عن حذيفة رضي الله عنه. نعم،
حماد بن سلمة عن ناسم عن زرع عن حذيفة رضي الله عنه. الله. بعده باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سنتواصل فيما بعد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. العشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما تعمدنا وما أخطينا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.